طلاب الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم ناولنا في الجزء الأول مثال، وهو أحد الأسئلة اللي كان قبل زميل لكم، ورسمنا المثال على الحاسبة، وأيضا شرحنا الجانب النظري واللي كان عن 3D Array Rectangular، وأخذنا أيضا مراجعة بسيطة عن 3D Array Polar. اليوم راح ناخذ هذا المثال اللي هو محلول في المحاضرات صفحة 40، وأكو أيضا مجموعة من الأمثلة قبل يعني هذا المثال أتركها عليكم. هذا المثال طبعا محلول بالتفصيل، يعني كل إعاز مقابل الرسم ماله. فهنا طبعا هذا المثال هو شبيه بمثال احنا رسمناه سابقا اللي هو كان هذا الشكل. طبعا هذا المثال المحلول اخذنا رسم الوجه في حالة انه اذا كان عندي بوكس وسوينا له شامفر، والمرة الثانية سوينا وجه انحدار مع المحور اكس، وطبعا هنا غيرنا الأطوال، الطول يصير عرض والعرض يصير طول مع مراعاة الإشارة، وبعدين سوينا 3D Rotate. هذا بالنسبة كان هذا المثال. المثال المحلول يعني مجرد انه انا سويت تدوير للشكل، و يعني غيرت الأري الى سلندر. في اليوم راح ناخذ هذا الشكل، يعني نفس الأبعاد اللي موجودة عندكم. فهنا إذا يعني نحله أولا بشكل نظري، طبعا هنا راح يكون أنا عندي هذا البوكس الأفقي، ثم عندي بوكس الأسفل وبوكس عمودي، وعندي أسطوانة خارجية وأسطوانة تكون مخترقة الأسطوانة الخارجية، ثم أري، وهنا طبعا عندي وجه انحدار مع الواي، وعندي هنا تشامفر، بعدين سلايس و 3D موف. فبالبداية طبعا مثل هذا النوع من الأمثلة أو الأسئلة، إنه أرسم الشكل ككتلة واحدة، يعني هذا الجزء المقطوع واللي مسوي له 3D موف، يعني محركيه بمسافة أعتبره مهمل، يعني اعتبر كل القطعتين هي قطعة واحدة. فبالنسبة الى هذا البوكس الافقي راح افترض هو رقم واحد، راح افترض هذه وين انا خالي المؤشر، هذا هو الفيرست كورنر. فهنا طبعا بالاكس راح يكون عندي صفر، بالواي راح امشي مسافة 50، وبالزد صفر، بعدين ات المسافة بالإكس نعطيناها 45، بالواي راح أمشي هاي المسافة عكس اتجاه الواي، هيكون بالسالب، فعندي 50 مع 20 صير سالب 70. قلنا إنه هاي المسافة أهملها اللي هو التجويف، ونعطيني هنا الارتفاع هو 12. فرسم عندي هذا البوكس. بالنسبة إلى البوكس الآخر اللي هو أسفل من عنده، احنا اخذنا انه 45 يروح 12 اللي هذا هو 33، هذا بالاكس. بالواي انا ماشي امشي 50 لان مو هنا، و بالزد افترض مثلا سالب 14 اللي هو هذا اللي هو 26 يروح 12، زين بعدين اد امشي بالاكس 12، وامشي بالواي سالب 70 ايضا، واصعد بالزيت 14. فرسم عندي هذا البوكس اللي هو على عرض هذا البوكس الاول. زين، بالنسبة الى البوكس الثالث اللي هو العمودي، راح اخذ مثلا هذه النقطة، فهنا راح يكون عندي بالاكس 45، وعندي هنا بالواي طبعا
نفترض مثلاً سالب 20 زين وبالزد 12 زين، بعدين هنا الطول مالته هو 12 بس بالسالب لأنه أني ماشي 45، والطول هذا أو العرض مالي راح أخذ مالت الأسطوانة اللي هي تكون 40، وهنا الارتفاع مالته اللي هو 24 زين. بعدين راح ناخذ احنا هنا الاسطوانة، طبعا احنا هنا يعني انا خلت بالنسبة لهذا البوكس خلت هذه النقطة، يعني انه انا مشيت سالب 20 على مود من انط الطول يكون اتلافى الاشارة السالبة، يعني مثلا لو ما اخذها هنا لا انطي سالب 40، فانا اخذته هنا أنا حتى انطي شنو موجب 40 اللي هو مثل العروض اللي كل هذا البوكس العمودي زين. بالنسبة الان الى هذه الاسطوانة الخارجية واللي طبعا احنا هنا اكد انه اثناء الرسم اذا كانت المجسمات مكررة يفترض انه على الطالب ان يرقم المجسمات المكررة على مود يعني تتبع الحال، ويعني يعرف انه هو شو رسم سابقا. فهنا بالنسبة للاسطوانة راح يكون انا عندي بالاكس 33، قلنا انه هي 45 يروح 12 33، راح يكون عندي هنا هذا هو السنتر الامامي للاسطوانة بصفر بالنسبة الى المحور واي، والزيت اخذنا يكون 36، نصف القطر ناطينه 20، بعدين هنا نكتب اكس از اير بوينت، بعدين ناطين الطول 12، وهنا الزاوية صفر لانها موازية الى المحور اكس. هنا بالنسبة الى الاسطوانة الصغيرة نفس الانبوت مالي على الزد، فبالاكس راح يكون 33 وبالواي 0. هنا الزد راح اقول انه بما انه هذا ناطيني ايام يعني 50، ف هنا طبعا 36 يعني اختار هنا لا تلاحظون 49 راح يكون انا عندي شو اسمه السنتر مالت الاسطوانة، لانه اخذنا السنتر العلوي. ف راح يكون انا عندي السنتر مالته، وراح يكون عندي الراديوس قيمته هنا 4، وهنا ايضا الطول مالت الاسطوانة موازي للمحور اكس، فنكتب اكس از اي بوينت و 20 مايل زاوية 0. بعدين هنا الاراي اللي انا حذفتها بالمثال السابق راح يكون الاراي، نحسب اولا عدد الايتمز، فهنا راح يكون عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، والزاوية 360. هنا ايضا على الطالب ينتبه، يعني يمكن ان يكون زاوية مثلا 90 180 بالموجب بالسالب حسب. وايضا طبعا هنا يدور الاسطوانه تدور خلال الاراي، وعندي السنتر هنا حيكون انا عندي 33 بالاكس وبالواي 0 وبالزد 36. بعدين هنا الاراي حول المحور اكس، فاكتب انطي قيمه للاكس باي قيمه مثلا 80 60 100، وثم اصفر قيمة الواي واصفر قيمة الزد. بعدين طبعا هنا وراها اسوي عملية السبتراكت، بس بدون ما اختار يعني اسوي عملية السبتراكت بحيث انه اوحد بها الكتل او المجسمات اللي رسمتها، واطرح من عندي هاي الاسطوانات اللي هي 8 زين.
الآن نكمل. عندي بعد الفليت هنا نصف قطر التنوير 10، وعندي هنا الشنفر الوان حسبنا كان 5 × 10. زين، هنا طبعا بالنسبة إلى الويج طبعا يا إما نرسمه بوكس نسوي له شامفر، أو إنه نرسمه ويج ونسوي له 3D روكيت. فهنا راح نرسمه بشكل ويج، فهنا راح تكون هذه هي الفيرست كورنر اللي لين زاويتها قائمة. فراح يكون أنا عندي 45 يعني بهذه النقطة هنا، لأنه راح نرسمه بهذا الاتجاه. ف 45 بالإكس بالواي طبعا عشرين، وبالزيت راح يكون أنا عندي 12. زين، بعدين آت هنا طبعا الأطوال صور هنا مذكورة، الأطوال مثل المثال السابق إنه هو 20 × 12 والارتفاع مالته 5. بعدين نسوي 3D روتيت حول نفس النقطة، وهنا طبعا تدوير حول محور Z. فمن يسألني pick a rotation axis اكتب له Z axis. بعدين هنا الزاوية هي يكون 90 درجة لنظام أصابع. هنا طبعا يعني أنا الحقيقة قصدت إنه السنتر مالت الأسطوانة يعني ما أحسبها، بس حتى لا تكون يعني مشكلة عند الطلاب. إحنا هنا شنو طبعا أنا عندي السنتر أو إلى هذا البعد أو السنتر مال الأسطوانة الخارجية هو 20، تمام؟ العفو 36 الارتفاع. زين، أضيف ل 20 اللي هو يمثل لي يعني نصف قطر الأسطوانة الخارجية، فيصير عندي 56. هنا نعطيني البعد ما بين هذه الحافة ومحيط الأسطوانة 3، وأضيف لها نصف القطر اللي هو 4، فراح يصير 7. السبعة وين؟ إذا تلاحظون المؤشر مالي اللي هو هذا الخال أنا على السنتر، فالسبعة مثل المسافة من السنتر إلى محيط الأسطوانة الخارجية، فأطرح يعني 56 ناقصا 7 هيكون هو 49. هذا هي السنتر مالت الأسطوانة. مثل ما قلت انه هم عندي يعني في المعادلات هي مجرد جمع او طرح لاستخراج الابعاد. وهنا طبعا بالمثال بس اريد انه طبعا هنا الارتفاع موجود 20، العفو 5 للوجه. زين، هنا طبعا البعد اللي هو 20 ايضا موجود، لان ناطيني ان هاي المسافة هي 50، اطرح من عدها 20 اللي هي مثل نصف قطر الاسطوانة، باقي 30. عندي هذا البعد 10، اذا هذا البعد هو 20. طبعا هنا الطول ماله اللي هو 12 هو نفسه الطول مالت الاسطوانة. زين، فماكو بعد ناقص يعني. بعدين طبعا احنا هنا نسوي نكمل الحل، نسوي سلايس. طبعا هنا السلايس القطع راح يكون بمستوي جاهز اللي هو الزد اكس، وفي نريد من عندي البوينت اون زد اكس بلين راح اختار نفس الاوريجين اللي هي 0 0 0، وكيب بوث
بعدين عندي 3D Move، راح أنقل الجزء هذا المقطوع. زين، فأختار طبعا البيس بوينت اللي هي راح تكون 0 0 0، والأذر بوينت راح يكون أنا عندي أكتب أد، أنطي أصفر الإكس، أنطي قيمة للواي اللي هي راح تكون سالب هنا 20، وأنطي قيمة الزد أيضا 0، لأن أنا فقط متحرك باتجاه الواي واللي هو طبعا عكس اتجاه المحور. يعني هذا بالنسبة إلى حل المثال. هنا طبعا هنا بالنسبة لهذا المثال انه مزيد، يعني ضاف يونين وبعدين وراها سوى سبتراكت. احنا الحقيقة بالسبتراكت يعني اختزلنا اليونين. هنا طبعا بالنسبة للشنفر هنا 9.9، احنا هنا افترضنا 10، يعني ما اعرف قلنا بعد 100 بوينت، على كل هذا البعد هو 23، يعني ماكو داعي انه البوينت واحد. زين، خلينا نمشي على الابعاد الساقطة. هذا مثلا الوجه اذا تلاحظون بهذا الاتجاه، وهذا هي الفيرست كورنر كانت اليه. بعدين سوينا لها 3D موف، صارت بهذا الشكل وقطعناه وسوينا 3D موف. هذا طبعا بالنسبة للحل النظري. يعني أحيانا مثلا تصير خربطة بالأري البولر، فلهذا أنه قبل ما أدخل إلى السنتر أدور البوصلة وأدخل قيمة السنتر وبعدين نقطة على محور الأري، فراح تكون الاري يعني نفذة صحيح. ارجع بعدين على الفيو مالي اللي يعني ارسم من حالي. هذا بالنسبة للمثال. اكو مثال ايضا اخر يعني تقدروا تطلعون عليه. زين، ايضا اكو مثال عن هذا الشكل اللي هي عبارة عن هرم واسطوانة مقطع دائري واسطوانة مقطع بيضاوي مثل شبه أرجوحة. زين، تقدرون أيضا تطلعون على هذا المثال. زين، بالنسبة لهذا الشكل إذا أريد هسه الآن أرسمه على الحاسبة، فالآن طبعا لابد أنه أدور عن البوصلة إلى الاتجاه أو المنظور اللي أنا يعني أرسم به دائما قبل ما أبتدي بالرسم، وأيضا أراعي مكان نقطة الأصل أو الأوريجين بوينت. فأنا هسه الآن عندي النورث ويست، وسبق يعني ذكرت إذا كانت البوصلة يعني اكو فد اشكالية بحركتها، اروح من قائمة فيو و 3D فيوز واختار النورث ويست، فراح احصل هذا المنظور. الان هسه ابتدي بالرسم. اول شيء راح ادخل الاحداثيات البوكس الافقي اللي هو 0 ب 50 ب 0، ات هنا 45 باتجاه الاكس، بالواي سالب 70 لان عكس اتجاه المحور، وبالزد هو 12. زين، بعدين نرسم البوكس الثاني اللي هو للاسفل اللي هو كان 33 بالاكس وبالواي 50 وبالزد سالب 14. بعدين نكتب هنا ات 12 بالاكس وبالواي يكون عندي سالب 70، وهنا بالزد يكون عندي 14. وبالنسبة الى البوكس الثالث اللي هو عمودي اللي هو 45 بسالب
22 من 12 at 12 at سالب 12 عفوا ب 40 ب 24. بعدين اجي الى الاسطوانة رقم 1 ادخل احداثي اللي هو 33 سنتا مالتها بصفر ب 36 نصف قطرها 20 اكتب A اد طولها 12 والزاوية 0. بعدين نجي الى الاسطوانة الاخرى ايضا نفس السنتر تقريبا بس الزيت اللي هو 33 بصفر ب 49 وشرحنا شلون صارت 49. هنا نصف قطر اللي هو 4 بعدين اكسز اد 12 والزاوية طبعا 12 او اي يعني ان هو مختلق الزاوية 0. بعدين هسه نسوي الاراي اروح على هذه انتر اكتب بي العدد 8 والزاوية 360 بدور السنتر طبعا مالت الاراي هو 33 بصفر 36 والتكرار حول الاكس فأعطي مثلا 100 صفر صفر صار عندي هذا الشكل ما عندي خربطة. لو صار خربطة اروح على اتجاه البوصلة قبل ما ادخل قيمة السنتر. هسه الان اسوي السبتراكت اختار البوكس رقم 1 و2 و3 والاسطوانة هو رقم 1 اضغط انتر بعدين راح اسوي سلكت للاسطوانات البقية اللي هي 9 اسطوانات او العفو 8 اضغط انتر طبعا لابد ان الاسطوانة تكون نافذة. زين الان راح اسوي عملية الجمفر لهاي الحافة فهنا اضغط انتر هنا بهذا السطح قلنا 10 والعمود كان 5 واختار الحافة مرة ثانية واضغط انتر صار عندي بهذا الشكل. زين الان نجي الى رسم او الى الفليت فهنا شويه ندوره نروح على الإعاز اختار هاي الحافه ادخل نصف قطر 10 مرتين انتر وهسه نرجع الى الشكل مالي. هسه نرسم الوجه اللي قلنا انه لازم نغير هنا الاطوال مالته فهنا راح يكون انا عندي 45 ب 20 ب 12 ات 20 12 5 زين. طبعا اذا احد الطلاب رسمنا احنا لا رسمنا مثلا ودورنا فكان تدوير بالسالب هنا تدوير بالاتجاه الموجب حسب اختيار البيس بوينت فندخل طبعا عفوا هنا نختار الفريق الروتيت زين فهنا النقطة راح تكون هي نفسها اللي قلنا انه الفيرس كورنر نسوي كليك على المحور مال الزيت نرجع ندخل نفس الاحداثيات اللي هي 45 20 12
زين نقطة يصير عن الزاوية 90 من ضمن أصابع هذا الشكل. بقى هنا سلايس حصلنا شيء زين. الآن نختار مستوى زد إكس والنقطة نفسها اللي هي 0 0 0 وكي بوث سايدز. بعدين نختار 3D move هذا الجزء اللي هو يعني متحرك أو منقول. فهنا عندي 0 0 0 بعدين عندي 0 سالب 20 بـ0 واضغط انتر زين. نسمي هذا الشكل اكرر اللي هو مثل هاي الاشكال يعني الغي بالبداية القطع وهذا التجويف ونسمي كشكل كامل او مثلا اذا كان عندي بي تدوير ايضا ارسمه بشكل كامل ثم قطعه وادوره. هذه هي محاضرتنا لهذا اليوم، اتمنى ان شاء الله تكون واضحة و ارجو انه تراجعون بقية يعني الاوامر اللي اخذناها سابقا وتمارسون الرسومات المعطاة لكم.